جيناتي كي دايرين لاباس عليكم بخير؟ كي دايرين مع صحيحه؟ لاباس كلشي مزيان؟ العائله كلشي مزيان؟ نتمنى كلشي ان شاء الله يكون بالف خير وعلى خير. مبروك العواشر والله يجعل ان شاء الله هذا رمضان يدخل علينا بالصحه والهنا وباش ما تمنينا ان شاء الله يا رحمن يا رحيم. اليوم حبيبتي جبت لكم واحد الطبق ديال السمك مزيون غزاول بسيط ما فيهش بزاف ديال المحتويات. اذا شنو عندنا اليوم حبيباتي؟ عندي واحد جوج ديال البارغويات او جوج ديال البسوغو، حنا في الشمال كنقولوا له بسوغو. ها هو درت له شويه الملح وشويه ديال الابزار، تبلته وخليته ابار. عندنا واحد الكاس ديال الزبيب مخلط، عندي الاحمر والاصفر، انا كيعجبني كاس صغير هذا، رقدته في المطايب وصفيته وحطيته هنايا. عندي واحد البوكي ديال المعدنوسه البنات ربطته غير هكا، غير دخلته ما بغيتش نديرو الخيط. شنو كنحتاج؟ كنحتاج قريفه البنات، وكنحتاج معلقه ديال السمن الحر. ماشي حايل، ماشي مجهد يعني جديد، هذا البنات دايرته انا في الدار. الخرقوم البلدي مدقوق حتى هو على اليد، دايرته في الدار حتى انا، عاد معدلاته في الدار. معلقه صغيره او نص معلقه، هذه شويه راس المعلقه ديال الملحه الورديه، شويه ديال الابزار الابيض. الملحه ديروا الملحه اللي عندكم اللي متواجده طبيعة الحال، لن يكلف الله نفسا الا وسعها. معلقه ديال العسل وشويه ديال سكينجبير. هنا البنات رديت لواحد الربعه ديال البصلات شلطتهم ورديتهم يتشحروا، حيت هاد الاكله راني كنقدمها لكم وانا عاد يلا خلصت من الخدمه وقلت نصورها لكم. درت هنايا البصله تشحر شويه مع الزيت البلديه وشويه المليحه، وغادي نخليها تشحر ليا مزيان شويه، تهبط تدبال شويه، وديك الساعه عاد نزيد لها التوابل وندير فيها الحوت. صافي حبيباتي نخليوها تدبال شويه، ما كنكثرش انا الزيت البنات، ها نتوما شوفوا ما كايناش الزيت بزاف، بغيتو شي يجيني مزيت يجيني طبق خفيف. نخليها تدبال، تزيد تدبال شويه صافي، وغادي نديرها وندير لها المحتويات اخرى ديالها. غادي نقدمها البنات، هذا الطبق غادي نقدمو ان شاء الله وبحول الله، غنقدمو ببطاطا مسلوقه متبلاتها بالقزبور والمعدنوس والثومه والابزار وشويه الكمون شويه ديال السكينجبير وشويه الشاونيه. غادي نقليها عاد البنات بالطحين والبيض ونديرها تقلى بحال دي بينيه، وغادي نقدمها رفقه الطبق ديالي نتاع اليوم. يلا حبيباتي كنبغي ندير المقادير ونوريهم لكم. صافي حبيباتي يلا خليتكم على خير. دابا نتوما ها نتوما البنات دابا راكم معايا، غادي تشوفوني كي غادي ندير نحط المسائل. دابا راه دبلات شويه البصله ديالي، ها نتوما غادي تشوفوني كندير لها حركه مزيان. غادي نحط هذا البوكي ديال المعدنوس هو لتحتاني هكذا بهذا الشكل. من بعد غادي نحط السمكات ديالي في الوسط طبيعه الحال، نحطهم في الوسط نقلبهم باش يجيو مزيان. دابا غادي نتبل البنات داك السمن ديالي، غادي نوزعو شويه في الوسط شويه هنايا وشويه هنايا باش يدخل مزيان في المرميطه كامله. كندهن به السمكات ديالي باش يجي فيهم المذاق ديال السمن. صدقوني راه كتجي بنينه هاد الطويجينه هادي، كانت كديرها واحد مرات خاي كانت كتحمقني حيت كديرها. هاد المنبر كنحييها بزاف. اذا غادي ندير شويه ديال الخرقوم، كنتبل السمكات ديالي حيت غادي ندير لهم مريقه. كديرش بزاف شتو البنات المليحه، غير كنعاود نزيد غير شويه لان راه ديجا فيها، وحتى تقرب الطيبه البنات عاد ندير لها العسل، ندير لها شويه ديال الابزار. شويه ديال السكينجبير غير شويه هكا، السكينجبير البنات راه صحي. دابا ندير لها شويه ديال القريفه
غير بيدي هكا ندوز عليها وصافي، ما نكثرلهاش بزاف البنات. وغادي ندير لها الزبيب. انا البنات كيعجبني الزبيب، غتنقصولها على 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 البوطه وتخليوها تعرق مزيان. غادي ندير لها انا شويه ديال الماء مرقه صافي، هذا ما كان. اذا غنخليها طيب محيط طيب، وديك الساعه نوريكم كي جات الطويجينه ديالنا. يلا حبيباتي هانتوما معايا. ودابا البنات رجعت معكم باش نقلي ديك الرنديلات نتاع البطاطا. هاد البطاطا راها مسلوقه نص طايبه، يعني مازال ما طابتش 100%. درت هنا الزيت الروميه هنايا في سميتو، يعني زيت البيضه، درتها في المقله اللي غادي نقلي فيها البطاطا. الطريقه كيف غادي ندير البطاطا هانتوما البنات، كنديرها في الطحين وكنعاود لها في البيض. خدموا غير يدينا ونهنيو راسنا كما يقولوا، ونعاود لها عاوتاني في الطحين. بالنسبه لديك الشرموله، حيت شويه الشرموله هنا درتو في البيض صافي البنات. وغادي نخليها تتحمى ليا المقله، وغادي نديرها تما. اذا كنديرو في البيض في الطحين بليتو، كنكورو البطاطا ديالنا في الطحين ونعاودو لها في البيض. اولا اللي بغيتو، اولا ديرو البيض وتعاودو لها في الطحين وانتوما ناضيين صافي. وكندير لها هكا، وغادي نديرها هنايا. من بعد باش نسخن ليا الزيت غادي نديرها تقلى. وصافي البنات، هذه هي البطاطا ديالنا اليوم، بطاطا بحله جديده. صافي البنات، كنحط هنايا. شفتوا البنات كي كتجي بحال البنيي متبله بديك القزبر المعدنوس والتويمه، غزاله. بغيتي تحطيها هكذا كذا، دابا تشوفوا كي غادي نقدمها كتجي رائعه جدا. تقدري تحطيها هكذا في المغرب في الفطور في رمضان، غزاله البنات. هانتوما كنقليها قدامكم، والطواجينه ديالنا ها هي، هي كتعسل البنات. شوفوا كي كبدات كتعسل، واكله شهيه. نتمنىكم تجربوها، نتمنىكم تجربوا هذا الغداء اللي درت اليوم، راه غديوه غزي ولا بزاف والله. نتمنىكم تجربوها، غادي تروق العائله ديالكم صراحه، كتاكلوا حاجه زوينه وبنينه. نتو واخا مره بنادم يستعمل المقليات، ماشي دائما، يعني مره يشوي مره يقلي مره يحمر مره يفور كل مره، يعني الانسان ماشي دائما كي الماكله ديالو نفسها، كيبدل لي بلا والطريقه ديال الاعداد، فهمتوا. والاساسي هو التقديم، الاساسي. انا اصر على هذا، اصر ثم اصر، التقديم خصو يكون بيان بريزونتي، لان العوينات كيبداو هما اللي كيعطيو النقطه. يلا حبيباتي نكمل. وهانايا الغزالات ديالي يا حبيباتي، انا جيت لنهايه الفيديو. يلا البنات قولوا لي شحال نستحق من لايك. هذا الغداء بالخفه ومزروبه، ويلا جيت من الخدمه ومرهقه ما نقولكمش، ورغم ذلك وجدت الغدي وراسي غزاله كتحمق. كيحمقني هذا السمك، حلو بالسمينه والزبيب والبصيله، معسل، وكنرافقو بديك البطيطه بطبيعه الحال، وما كناكلش الخبز. خليني من الخبز اختي، ما بغيتش نسمع بزاف. واخا ديك البطاطا مقليه بالزيت، ولكن ناكل حدي قدو كما يقولوا. ويلا حبيباتي خليتكم على خير، بالسلامه عليكم، ونتمنى هاد الطبق اليوم يعجبكم بزاف بزاف بزاف. وما تنساوش لايك وتابوناو معايا باش دائما نقدم لكم الجديد، ودعموني اكثر فاكثر فاكثر.
مع السلامة حبيباتي، وعواشركم مبروكة ورمضان كريم. الله يجعله يدخل علينا بالصحة والهنا، باش ما تمنيتو إن شاء الله جميعا إناثا وذكورا، نساء ورجالا وأطفالا كذلك. يلا حبيباتي مع السلامة.